الوطني، وان شاء الله قبل مباراة زيمبابوي ان شاء الله كل التوفيق والفوز ودعاء ملايين المصريين معاكم ان شاء الله. كابتن ضياء برحب بيك من خلال نجوم الملاعب. اهلا بك يا مهيب، واهلا بنجوم الملاعب، وانا سعيد ان انا دايما بكون موجود معاك، ويا رب دايما اللقاء يرتبط بالتفاؤل الكويس ان احنا ان شاء الله نحقق نتيجة طيبة في المباراتين بقى، المرة دي مش مباراة واحدة، زيمبابوي وموزمبيق ان شاء الله. يعني كابتن سمير زاهر بيتفائل برضه قوي. ربنا يشفيك كابتن سمير، احنا مفتقدينه كتير طبعا، وهو دايما كان بشوش ودايما بيبقى متفائل، وانت يمكن تعمل كان يزعل لما ما عملش معاه اللقاء، يقول لي تعالى تعالى لازم، كان بيتفائل. هو من النوع اللي دايما بيضحك ودايما متفائل ودايما بيبسط الامور ما بيصعبهاش، وان شاء الله يكون التفاؤل ده يوصل لنا كمان ويكون في محله باذن الله. كابتن ضياء، يعني الحمد لله رغم كل الانتقادات ورغم كل الكلام اللي اثير على منتخبنا الوطني وعلى برادلي وعلى الجهاز الفني وعلى، لكن الحمد لله رب العالمين ماشيين بخطى ثابته، وزي ما قلنا في اللقاء الاولاني الفول مارك في 6 نقاط، الحمد لله لازلنا الفول مارك ب9 نقاط. ده بيخلي شيء من الطمأنينة، وان انت تشتغل في جو نفسيا يعني هادي بعض الشيء. والله ابدا، يعني طول ما انت شغال في الكوره وفي مصر تحديدا عمرك ما هتقدر تشتغل في جو هادي، لكن انت بتتعود على الجو، بتتعود على الجو المضغوط، بتتعود على لازم تتقبل اذا كان النقد زياده او قليل، انت بتتعود عليه. لكن احنا على طول شغالين باستمرار في ضغط، ومش مهم ان يكون في ضغط تشتغل فيه، المهم انك انت تعرف تركز وتشتغل وتبقى النتيجه مرضيه في الاخر، ده اهم. لكن انك جو هادي، لا مفيش جو هادي في مصر خالص. انت دايما متفائل انا عارف. لا انا دايما متفائل وبحاول ابسط الامور، لان انا مقتنع انك انت بتعمل وبترضي ضميرك، ومعانا راجل دايما بيحب الشغل، بيحب التركيز، بيحب ان يرضي ضميره، وفي النهاية كرة القدم لعبة نتائج، وديك شايف كل الأحداث العالمية اللي حواليك، كل الفرق الكبيرة والصغيرة، الأحداث الجميلة اللي بنشوفها، سواء من اللي بيكسب ازاي الناس بتهنيه، حتى اللي بيخسر ازاي الناس بتهنيه. لكن ان شاء الله احنا عندنا امل كبير ان احنا الناس تهنينا واحنا كسبانين باذن الله. كابتن ضياء، يعني دايما حتى بتبقوا في مواقف صعبة، في اثناء توقف الدوري كنت بتعانوا، اللعيبه ما بتلعبش، اللعيبه يعني بتدوروا على لعيبه، بتكتشفوا لعيبه، بتبقوا عايزين تجربوا لعيبه كتير جدا، والناس انتقدتكم على كم، قالك ما فيش واحد في مصر ما سبتهوش الا ما انضم لمنتخب مصر. برضو في صعوبه دلوقتي، يعني اللعيبه جاهزه كتير، الدوري شغال، بيفرز عناصر جديده، لعيبه محترفه، لعيبه بتتالق بره، يعني عارف، يعني برضو في حيره في اختيارات منتخبنا الوطني يا كابتن ضياء. لا هو ما فيش حيرة، هي الصعوبة كويسة، اللي احنا جينا من الأسوأ خالص، ان في درجة دلوقتي الناس بتلعب، حتى لو كان الدوري بشكله اللي فيه اضطرار انك الأندية بتلعب بره ملاعبها، ولاخر وقت بتبقى مش عارفة هتلعب فين وانا ملعب لظروف الاضطرارية، لكن اقامة المسابقة تحت هذا الضغط وهذا الكم من المشاكل، طبعا بنحيي عليه الناس اللي عملت الدوري واصرت، سواء الانديه او اتحاد الكوره انه يكمل. ده بالنسبه لنا طبعا على الاقل في شاشه عرض، الاول ما كانش في شاشه عرض خالص، كانت الدنيا ضلمه وانت بتحاول بتجتهد بتشتغل غيابيا يعني. لكن طبعا دلوقتي بعد ما عدينا المراحل دي كلها وحتى خدنا مباريات في التصفيات، اعتقد ان الامور بتبقى احسن شويه، لكن برضه بتلاقي صعوبات في انه المستوى دايما مش ثابت، بيبقى متذبذب معظم الوقت، المستوى متذبذب، بتقابلك كم من الاصابات اضطراريه واصابات تقيله، ما جات لك كذا لعيب اساسي ومهم بالنسبه لك في الفتره دي. لكن الناحيه المضيئه الكويسه انه مع وجود هذا الدوري بهذا الشكل، حتى لو كان الشكل او المستوى مش مرضي الى حد كبير، لكن في تعويض كبير بالنسبه للناس المصابه، على الاقل اللعيبه بتلعب وموجوده في الملعب، ففي نواحي هي كوكتيل من الصعوبات ومن الحاجات الكويسه، لكن انت لازم كجهاز تتعامل مع كل ده باحترافيه، تتعامل بهدوء
وتتعامل باحترافيه كامله انك تقدر تتعامل مع المواقف، علشان لازم تعدي المواقف الصعبه. يعني بتتابعوا ازاي اللعيبه دلوقتي يا كابتن ده؟ يعني كان دايما بتروحوا الاستاد وبتتفرجوا على اللعيبه وبتتفرجوا، بتتابعوا ازاي المحترفين؟ بتتابعوا ازاي اللعيبه اللي في الدوري؟ هل في مركزين خلاص على المجموعه اللي خدتوها معاكم واللي انتوا ابتديتوا بقى الماتشات اللي فاتت، ولا ممكن في فكر ان انت تضم عناصر جديده لمنتخب مصر؟ والله كل المتابعات على طول في الملعب، الراجل على طول ما بيتواناش، حتى لما بيجي يوم وقت ما او احيانا مباراه ولا حاجه ما حدش بيروحها من الجهاز. الناس دلوقتي بقت بتتساءل هو الجهاز ما راحش ليه، يعني بقى يعني هو الراجل حط زي ما بقول قاعده ان مدرب المنتخب يحضر المباريات وكده، فبقت لزاما علينا وبنتحاسب عليها احيانا. يعني بقت بتتحاسب عليها انك لو ما روحتش، حتى لو ما روحتش بتتابع في التلفزيون، لكن متابعين كل الفرق، متابعين كل المباريات، اللعيبه اللي بره متابعينها من خلال مبارياتها، من خلال اتصالاتنا المكثفه بيهم. احيانا اوقات كتير انا كنت بسافر للاماكن اللعيبه بتابعها، اتصال بالاجهزه بتاعه اللعيبه اللي بره، اتصال بالاجهزه الطبيه والاجهزه الفنيه، لا متابعين بشكل كويس جدا. طمنا بقى على يعني اكيد دلوقتي احنا خلاص يعني مباراه منتخب مصر ايام وهتتلعب مع زيمبابوي والكل متفائل ومتوسم خير، لكن خلينا نطمن على التشكيله اللي وصلتوا ليها او المجموعه اللي هتنضم، لانها تنضم مش لمباراه واحده، لمباراه زيمبابوي، مباراه موزمبيق، لان المباراتين. وعايز اعرف حضرتك البرنامج، يعني لان في صعوبه في التنقلات، في 30 ساعه طيران، في ترانزيت في جنوب افريقيا، وفي بعد كده زيمبابوي، وبعد كده من زيمبابوي على موزمبيق، يعني رحله صعبة وشاقة، لكن اجماليها 6 نقاط. هو البرنامج احنا عندنا الاول مباراة بتسوانا يوم 4 هنا في مصر، في القاهرة ان شاء الله، في ملعب الدفاع الجوي، وبعد كده هنسافر تاني يوم، يوم 5 هنروح على زيمبابوي، نتمرن 6 و7 و8، والمباراة يوم 9، وهنقعد 3 العصر عصرا ان شاء الله، هنقعد 10 و11 و12، نروح على موزمبيق ونقعد لحد مباراة موزمبيق يوم 16 ان شاء الله، والعودة يوم 17 بإذن الله. قولي يعني البرنامج من الآخر بالنسبة للعيبة طبعا. عايز أسأل في البرنامج، إن كابتن زكي عبد الفتاح سافر وجه، إيه نتائج السفر إن هو سافر وجه؟ كابتن زكي كانت زيارته مهمة جدا، شاف الفنادق، فندق الإقامة في زيمبابوي وفندق الإقامة في موزمبيق، شاف ملاعب المباريات اللي هتلعب عليها، ملعب نجيلة طبيعية في زيمبابوي، نجيل صناعي في موزمبيق، شاف ملاعب التدريب حتى غيرها في زيمبابوي، الملعب التدريب ما كانش كويس غيره، الحمد لله قدر يغيره. شاف احنا معانا طباخ، طلع معانا طباخ. شاف الإقامة والمعيشة والتنقلات كلها. طباخ طالع عشان طول المدة؟ المدة دي كلها. شاف حسب المسافات ما بين ملعب التدريب والإقامة، والمسافات ما بين ملعب ما بين الاقامه وملعب المباراه، كل الحاجات دي لازم تبقى عارفها بدقه، بتاخد قد ايه في الوقت. كانت سفريه مهمه جدا بالنسبه لنا، واعتقد انها وضحت حاجات كتيره هنبني عليها في اقامتنا مع اللعيبه ان شاء الله هنا. يعني كان دايما افتكر في تصفيات كاس العالم السابقه كان بيبقى في طيارات خاصه كابتن ضياء، يعني احنا رحنا زامبيا بطياره خاصه، رحنا رواندا بطياره خاصه، انت بتضحك انا عارف، لكن دي حقيقه. يعني فين الكلام ده دلوقتي؟ دي ملهاش علاقه باجواء ولا يعني شايف ان حاجات ممكن عباره عن تنسيق. نعم. وبعدين ايه بقى؟ لا طبعا ظروف البلد لا تسمح بده. انت نقعد نقول امتى ظروف البلد لا تسمح؟ شكلنا تعبنا بقى، لا شكل يعني خلاص اتخنقنا، شكلنا مطولين. يعني انت كظروف بلد ما تقدرش دلوقتي حتى تجرؤ انك تطلب حاجه زي كده. انت عندك مشقه في معسكرات اللي في داخل القاهرة، يعني الناس بتجد صعوبة في ده، ففي احنا في جو صعب بقالنا سنتين ومستمرين، وربنا يسهل وما يطولش. يعني ما تقدرش انت تطلب حاجة زي كده، الامور الطبيعية ماشية بشكل كويس، الطيران الطبيعي ماشي بشكل، عشان كده احنا رايحين بدري، تلاقي 3 ايام 4 ايام بدري، يعني على اساس انك لازم نستحمل ده، وطالما انت ابتديت في ظروف صعبة ولسه